بسم الله والحمد لله. إخوة الإيمان، خير تحية فرضها الرحمن هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حديث نبوي عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث عظيم يشرح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا البدن له روح تحتاج إلى إيمان يعلو ويسمو بها، وطهور بدني يذهب عنها الرجس والخبث الظاهري، فكأن المؤمن المسلم الذي أسلم أمره إلى الله تعالى طاهر روحا وجسدا، فهو من طين ويعيش مع أقرانه وكلهم إلى الطين، مصيرهم إلى التراب، لكن المؤمن خصه الرحمن بمزية الإيمان، فهو طاهر ظاهرا وباطنا. ثم علمه كلمات كما علم أنبياءه ورسله كلاما ينفع به خلقه، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي كلمات اصطفاها المولى عز وجل. في حديث آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات يراها المؤمن الطيب الذي ارتضى لنفسه هذا الإيمان أنها هينة لكنها عند الله عظيمة. أنا أحدثكم وأنا أعيش في بلد الكفر، بلد بعيد عن الإيمان، ومن حولي الآن أهل الكفر، بل أعداء الله عز وجل يحاربون الإسلام والمسلمين، فهم لا يستطيعون ولا يريدون أن يقولوا هذه الكلمات على سهولتها على اللسان، لأنهم بعيدون بأجسادهم وأرواحهم. أما المؤمن فهو يأخذ دينه وعلمه من لدن حكيم عليم. فالمؤمن إخوة الإيمان يعمل لدنياه كما يعمل لأخرى، يعمل للباقية ويستعمل الدنيا الفانية حتى يلج الجنة، جنة عرضها
السماوات والأرض أعدت للمتقين لك أنت بكلمات نعمل بها وكلمات نصح بها خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يملأ ميزان الحسنات لينال الحسنى في الدنيا والآخرة فليعمل بهذا الحديث، فهذا الحديث من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أيها المؤمن أنت أنت فقط أنت، الصلاة لك نور، نور يطوف من حولك ومن فوقك ومن تحتك، نور في قلبك بل في روحك، نور تهتدي به يوم القيامة. الصلاة نور، الصلاة عهد، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ثم يقول والصدقة برهان ترى المؤمن يسارع بالصدقات وبأعمال الخير كبرهان لهذا الإيمان الذي في قلبه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمن عليك بمدرسة الصبر، فالمؤمن مبتلى. ابتلاه الله بعد أن خصه بهذا الإيمان أن يعيش بين الظلم والطغيان أينما كان حتى يلقى ربه صابرا يرجو الأجر والثواب. ويختم هذا الحديث معلما لمن تبع هذا الدين أن القرآن كلام حجة لك أيها المؤمن في الدنيا والآخرة، فتسعد في الدنيا والآخرة باتباع هذا القرآن الكريم، أو حجة عليك في الدنيا والآخرة. فكل الناس يغدو سيلقى ربه يوما، فالذي باع نفسه في دنياه إلى الله فقد ربح البيع، والذي باع آخرته بدنياه فقد خسر البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.